طيب إذا ما ذهبنا إلى الدولة المصرية أستاذي في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة، الجميع يسأل ما هو دور مصر الحقيقي عندما حاولت الحكومة يعني الخروج من هذه الأزمة، قامت بإغلاق بعض المشاريع الدولارية أو وقفها، قامت بمحاولة بيع أصول الدولة. البعض قال يعني هذه المشاريع الكبرى التي دخلت بها الدولة، هذه المشاريع كان يجب أن تدخل بها الدولة أم لا؟ ما هو دور الدولة اقتصاديا؟ هل إقامة المشاريع أم إقامة البنية التحتية من أجل هذه المشاريع؟ ما هو دور الدولة في رأيك؟ شوف سيدي، لابد أن نفصل بين شيئين. الشيء الأول في تنظيم الهيكل الاقتصادي ومراقبته وتقديم الصلاحيات للعاملين في القطاع ولمؤسسات القطاع الاقتصادي للعمل بشكل سليم وشفاف ومستقل، وبين دور الدولة في التدخل المباشر في الاقتصاد. الشكلين مختلفين تماما. إذا تحدثنا عن دور الدولة في التدخل المباشر في الاقتصاد فهذا قرار اقتصادي خاطئ، لا يجوز للدولة التدخل المباشر بصفة أساسية في الاقتصاد أو وجودها بدور المنافس والمنتج و إلى ذلك. إذن فما هو دور القطاع الخاص؟ لابد أن تلتزم الدولة بدورها الحقيقي في إدارة الاقتصاد وتوجيهه ودفع عجلة هذا الاقتصاد إلى الأمام من خلال آليات وصلاحيات تقوم بها الحكومة لمساعدة قطاعات الاقتصاد على النمو. طيب، لكن إذا ما تحدثنا عن الشق الآخر المتعلق بدور الدولة في بيع الأصول والقرارات التي تأخذها الدولة، ولعل ذلك أصدر البنك الدولي تقرير طويل جدا في ديسمبر 2022 فيما يتعلق بالشأن المصري، ولعل كان في بعض الآراء اللي إلى حد كبير تعتبر متفائلة. البنك الدولي ذكر أنه مصر ما سيتباطأ النمو فيها 4.5% في 2023 مع كل طبعا الأزمات المالية والاقتصادية المصرية والمتغيرات العالمية التي تعمق الأزمة. ذكر طبعا أن مصر ستشهد تحسن في القطاع الخارجي خلال 22-23 مدفوعا بتحويلات العاملين المصريين في الخارج. ذكر الحقيقة عدة نقاط مهمة. ذكر طبعا أن هناك إصلاحات اقتصادية كلية وهيكلية بتنفذها مصر وبتعمل في القطاع ده. ذكر أنه مصر سيكون عندها كم كبير من المستثمرين في قطاع الطاقة وإلخ، لكن ما أذكره أنا أن فكرة بيع الأصول لدى الدولة المصرية هذا ليس قرارا صائبا في ظل هذه الأزمة. لا يجوز بيع أصل لسداد دين أو لسداد فايدة الدين أو لسد عجز موازنة. في الفقه الاقتصادي هذا خطأ اقتصادي. طب ما هي الحلول الأخرى الموجودة أمام الحكومة الآن إذا أرادت أن تحصل على مزيد من الدولارات؟ نعم، هي بالفعل أغلقت بعض المشاريع الدولارية، ولكن أيضا ما زالت هكذا وفرت بعض الدولارات التي من الممكن أن يعني أن تصرفها، ولكن هي تريد جلب مزيد من الدولارات، والوقت لا يسمح كما اعترف البعض أن الوقت لا يسمح لبناء مشاريع إنتاجية، وأن هذا كان خطأ في الذهاب إلى المشاريع غير الإنتاجية. ولكن ما هي الحلول الحالية الموجودة أمام الحكومة المصرية من أجل الحصول على مزيد من الدولار؟ الاقتصاد المصري كبير جدا، واسع جدا، يمتلك العديد من الحلول، لكن هذه الحلول تحتاج إلى آليات للتنفيذ. وقف المشروعات الغير إنتاجية والتي تحتاج إلى دولارات كان أحد أهم هذه الحلول، لكنه ليس أوحدها أو ليس هو المؤثر الوحيد. العديد من الحلول في مصر، لابد من تشكيل لجنة عليا للتخطيط الإداري لمصر وتكون مستقلة في قراراتها. لابد من تفكيك اقتصاد المؤسسات الأمنية والعسكرية إلا ما يتعلق بالصناعات العسكرية أو الصناعات ذات الشأن. هناك العديد طبعا من الحلول. لابد من ضم جميع الصناديق الخاصة والسيادية إلى ميزانية الدولة، وأعني بذلك كل الصناديق الخاصة والسيادية وعددها الكثير والكثير في مصر، تمتلك مئات المليارات.
إزالة كافة المعوقات القانونية والإدارية أمام الاستثمار الأجنبي والخاص، وده أحد أهم الحلول الاقتصادية التي تستطيع أن تنقذ الاقتصاد المصري من الهوية التي يذهب إليها. الاستثمار الأجنبي والخاص في اعتقادي أنه أهم أحد الحلول التي تستطيع إنقاذ هذا البلد من يعني هل تعود مصر مرة أخرى إلى الأموال الساخنة أستاذ محمد بعد أن كانت تريد الهروب من هذه الأموال الساخنة؟ شوف، الوقف الاقتراض بالأموال الساخنة والقروض قصيرة الأجل ده شيء ضروري، لأنه القروض الساخنة والقروض قصيرة الأجل تعمق الأزمة، لكن أنا أعني الاقتصاد الحقيقي وليس الاستثمار الحقيقي وليس الأموال الساخنة. هناك فرق بين مستثمر حقيقي يدخل إلى الاقتصاد ليضع استثماراته فيه، لينتج فيه، ليدعم الصادرات، ليزود الإنتاجية لدى القطاع الإنتاجي في مصر، وهناك مستثمر يدخل الاقتصاد المصري بطريقة الحسابات أنه أنا والله أدخل بفلوسي لمدة سنة لمدة سنتين وأخرج. هذا استثمار في شكل قرض قصير الأجل، وهذا يعمق الأزمة. أنا لا أعني هذا، أنا أعني الاستثمارات الحقيقية سواء كانت استثمارات أجنبية أو استثمارات محلية. أيضا من ضمن الحلول الكثيرة جدا في الاقتصاد استقلال البنك المركزي في تحديد السياسات النقدية بما يدفع الاقتصاد المصري نحو نوع من التوازن في ظل هذا التخبط الشديد. دور البنك المركزي في تحديد سياساته النقدية مهم جدا جدا جدا، ولا بد أن يمارس البنك المركزي هذه السلطة باستقلالية تامة عن كل مؤسسات الدولة. ولكن نحن نجد